اللهم أصلح القلوب واغفر الذنوب واستر العيوب واقبل توبة من يتوب. اللهم أزل العطية واغفر الخطية وأحيينا الحياة الرضية. يا رب قلوبنا بين يديك تقلبها كيف تشاء. يا رب أخرج منها كل ما يغضبك ونورها بالقرآن وزينها بالإيمان وأسعدها برضاك ورحمتك في الدنيا والآخرة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارفع البلاء والغضب عنا، اللهم أحينا وأنت راضي عنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم آمين يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.